هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء اشواطنا متواصله ومستمره في صباح هذا اليوم مع انطلاقه سن الاذاعه. نسير وياكم بانطلاقه شوط جديد، شوطنا الحادي عشر. اعطيت اشاره البدايه قبل قليل الخاص بفيات الجعدان المحليات الى صايل، نسير الى المقدمه الى الصداره والبداية الأولى. من يتقدم هنالك الحذر لأحمد بن علي بن عامر العويسي، من يقدم لنا الحذر؟ من يتقدم نحو المقدمة والبداية الأولى، بينما المركز الثاني الوصول في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع الجميل من ثاني المراكز. هنالك مضوي لسعيد بن أحمد بن محمد بندري الفلاحي، من يصل على ثاني المراكز. المركز الثالث، المركز الثالث وصل مشكور سعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري، من يتقدم على ثالث المراكز. بينما المركز الرابع القادم والواصل في هذه اللحظات اقناد لثاني بن عبد الله بن مصبح بن عبد الله الكتبي، من يتقدم على المركز الرابع. وخامس المراكز يصل الان بحار لسيف بن مبارك بن هواش الخيلي، من يتقدم في هذه اللحظات وفي هذا الابداع الكبير والجميل. بينما الوصول في هذه اللحظات من قبل قناد ثاني بن عبد الله بن مصبح بن عبد الله الكتبي، من يتحرك على المركز الخامس. المركز السادس وصل الان هنالك مفرج لمفتاح بن علي بن محمد النعيمي، وسابع المراكز القدوم في هذه اللحظات من قبل سراب لحمد بن حميد بن سلطان بالكديدة الفلاسي. بينما المركز الثامن القادم مشكور لسعيد بن مبارك، سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي على ثامن المراكز. المركز التاسع يصل الان مكفي لعبد الواحد بالخزع بالعثب الهركي العامري، وعاشر المراكز. نختم نداءنا مع هذا ثمين لناصر بن محمد بن مصلح الاحبابي، من يتحرك في هذه اللحظات وفي هذه الاندفاع الكبيره والممتازه. هكذا النتيجه للعشر المراكز الاولى، وعوده الى المقدمه الى الصداره والبدايه الاولى. Oh my God.
عودة إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة، إلى البداية الأولى، إلى المعترك الذي يجري على مقدمة هذا الشوط، مع الحذر لزايد بن أحمد بن علي بن عامر العويسي من يتقدم على مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني الوصول في هذه اللحظات والقدوم من بحار سيف بن مبارك بن هواش الخيري من يتحرك ويصل الآن مفرج لمفتاح بن علي بن محمد النحيمي من يتحرك في هذه اللحظات وفي هذه الاندفاعة الكبيرة والجميلة، ولكن المقدمة الصدارة الأولى الحذر اللي على مقدمة هذا الشوط بهذا الأداء الجميل، ولكن التغيير من قبل مفرج من يفرق الصفوف بهذا الأداء الكبير بهذا الأداء الجميل لمفتاح بن علي بن محمد النعيمي من يتقدم مع هنالك مفرج، بينما المركز الثاني الوصول المشكور لسعادة فري بن علي بن حمودة من يتقدم على ثاني المراكز. المركز الثالث وصل مكفي عبد الواحد الخزاعي بالعثة بالهركي العامري، ولكن وين المقدمة البداية الأولى؟ روح مفرج روح إلى المقدمة إلى الصدارة والبداية الأولى، مفتاح بن علي بن محمد النعيمي يقادر بهذا الشوط وبهذا الانتصار. وتحرك سعادة فري بن حمودة يتحرك، بسم الله وما شاء الله، مشكور من يتقدم بهذا الأداء الكبير بهذا الحضور الممتاز الذي يقدم المشكور لسعادة فري بن علي بن حمود الظاهري من يتقدم على هذا الانتصار بهذا الإبداع الجميل والكبير. تهانينا والناموس منذ هذه اللحظات على ما يقدمه كفو، على ما يقدمه مشكور بهذه اللحظات وبهذه الاندفاعات. تهانينا والناموس لسعادة فري بن علي بن حمود على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل هنالك مفرج مفتاح بن علي بن محمد النعيمي. المركز الثالث وصل بحار لسيف بن مبارك بن هواش الخيالي. تهانينا والناموس الى جميع الفائزين. وعوده الى التوقيت الزمني 7:43 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس الى جميع الفائزين.